الآن فقرتنا راح تتكلم عن مبادرة جدا مهمة، مجموعة مجتمعية رياضية طبعا من الشباب مهتمين بالرياضة، تساعد على فعلا نشر هذا الوعي بين الشباب والشابات طبعا في مجال طبعا الرياضة، وفي مجال تحديدا اللي هو رياضة المشي أو الجري. وهي طبعا هذه المبادرة انطلقت في الرياض منذ عام 2018، تساعد أفراد المجتمع على رفع وعيهم الصحي والرياضي. أكيد تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم التميمي المتحدث باسم مجموعة آر 7 للجري. يا أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. حياك الله، يا مرحبا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك، صبحك بالخير، يعني صباح الطاقة الإيجابية اللي واضحة أكيد في صوتك. حياك وبياك، يا مرحبا. يا أهلا وسهلا. بداية ودي تكلمنا عن آر 7، متى تأسست هذه المجموعة؟ وش الهدف؟ آر 7 مجموعة غير ربحية مجتمعية، تأسست مثل ما قالت زميلتنا المذيعة في 2018، نشأت من حاجة الشباب، مجموعة صغيرة من الشباب إلى الحركة إلى الركض إلى ممارسة هوايتهم. النشاط هذا والاهتمام هذا بدأ يجذب شباب المجتمع اللي يريدون أن يمارسوا نفس النشاط. مع الوقت المجموعة بدأت تكبر وبدأنا نلمس في أنفسنا قبل المستفيدين وقبل المتأثرين أثرها على 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 أسلوب حياتنا، على صحتنا، على حتى نشاطنا في اليومي في حياتنا. والحمد لله ما زالت تكبر، ومدينة الرياض تستحق الأجمل والأكثر من عندنا. جميل. طيب خلينا نتكلم أستاذ إبراهيم، يعني أنت ذكرت انطلاقتكم وانطلقت فعلا مردودها النفسي عليكم قبل المشتركين. نتكلم عن مثلا الهدف الأساسي، هو أكيد يعني عندكم واضح، عارفين أنه فعلا الناس تحتاج إلى فعلا رفع مستوى اللياقة سواء الصحية والنفسية، لكن خلينا نتكلم عن التنسيق، يعني جانب التنسيق والمتابعة بالنسبة لمبادرتكم مثلا من ناحية التنسيق في الفريق، يعني وبرضو كمان مع المشتركين اللي حاب يشارك، مثلا كيف يتم التنسيق معكم، كيف يتم التواصل معكم، يعني نبغى ناخذ تفاصيل اكثر. جميل. الان المجموعه نشات بغرض التحفيز وبغرض ان نربط المشترك بمجموعه بناس من مثله يشبهونه يمارس معهم الرياضه بدون اي توقعات عاليه عليه او متوقعه منه. الان آر 7 موجوده على منصات الشبكات الاجتماعيه، الجدول يعلن بشكل اسبوعي واحيانا بشكل يومي للتذكير. لدينا حصتين في اليوم 4 مرات في الاسبوع، حصه تكون الساعه 5:30 الفجر وحصه تكون الساعه 6:40 مساء بعد المغرب. حسب جدول المجموعات او جدول الشباب، كل يفضل الوقت اللي يرتاح له. في مجموعه واتساب نتواصل فيها، نتناقش عن اهتماماتنا في رياضة الجري، كيف نطور، كيف نحسن. الشيء اللي نحرص عليه في المجموعة أنه ما يكون فيه أي إفتاء في أمور صحية، يعني هي من مسؤولية المختصين أو من مسؤولية الكادر الطبي، فنحاول ضبط الأمور قدر الإمكان في هالمجموعات. الحمد لله الآن نحن لدينا برنامج إعداد لماراثون الرياض القادم اللي راح يكون بإذن الله من ضمن موسم الرياض. الماراثون هذا بدأنا الجدول فيه، يعني الجدول يبقى طوله تقريبا 3 أشهر. الآن حنا أتمنى يوم الأحد الماضي الحصة رقم 46 من 71 حصة، والحمد لله العدد في تزايد والناس في التزام ما شاء الله. جميل، وهذا المطلوب اكيد خاصه في المشي. لكن بسالك في النهايه، يعني الاجواء الحين بدات تزين، وين بالعاده تمشون؟ وين مكان نقاط الجري مثلا وتحرك؟ مكاننا المفضل هو وادي حنيفه. يا سلام. وكلنا طموح باذن الله في الايام القادمه ان المسار الرياضي راح يكون موجود، ان المماشي او ملاعب البلديه والملاعب المنتشره في الاحياء برضو تزداد عددها، وباذن الله بتكون هذه فسحه مجال الممارسين رياضه المشي والجري. اكيد وباذن الله نكون مشاركين، يعني انا عن نفسي صراحه مجهز والله، وقريبين وادي حنيفه قريب، يعني لا اجل الحصه الجايه ممكن نكون معاهم، نشارك الحصه الجايه. يعني شكرا لك استاذ ابراهيم، نشكرك لهذه المداخله. الاستاذ ابراهيم التميمي المتحدث باسم مجموعه آر 7، يعني مداخله فعلا فيها كميه من الايجابيه وفعلا فيها كميه من التحفيز والنشاط.